السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا نتحدث على فيروس كورونا في دخل الجزائر، او دوكا كاين دي زويكا. ربي يعافينا ان شاء الله ويداوي المرضى ان شاء الله. اليوم جينا نوري لكم كيفاش تخدموا هاد لو جيل ديزانفكتون. لو جيل هذايا اللي راهو اون روبتير، معرفش كاين لي فارماسي ولا في لي كوزميتيك، راهو قليل بزاف. نوريلكم كيفاش تخدموه في المنزل. ان شاء الله رفدوا ورقة وستيلو وعلى بركة الله. باش عندنا 135، هذه وصفة من المنظمة العالمية للصحة. 135 غرام تاع كحول إيتيليك، الكول إيتيليك 96% كونسنتراسيون، اللي هو راه موجود على كل حال، موجود بكثرة. نضيفوا لهاد 135 غرام تاع الكحول، نضيفوا لها 8 غرام تاع لو أوكسيجيني 3%، لو أوكسيجيني 8 غرام، ونضيفوا لها كذلك 4 غرام تاع جليسيرين باش يمد هذيك لا فيسكوزيتي لو برودوي ديالنا. 4 غرام تاع جليسيرين، ونزيدوا له 22 غرام تاع اوديستيلي ماء مقطر، 22 غرام تاع ماء مقطر. وهاد الخلطه كاع نديروها ان شاء الله في دي بوتي، دي بوتي يكونوا صغار سهلين للاستعمال، سهلين الحمل اليدوي. واللي عنده أسئلة يتفضل، رانا هنا إن شاء الله نجاوبه. وربي يعافينا إن شاء الله.